أهلا وسهلا فيكم من جديد. ومهارات صغيرة ممكن نتعلمها أو بالفترة ممكن نكون عم نمارسها بتفرق كتير بحياتنا على الصعيد المهني وحتى على الصعيد الشخصي. يومياتنا أو العناوين اللي بتكون على صورة أحداث، على صورة مواقف، طبعا بتكون منها السلبي والإيجابي. عملية تدوينها عبارة عن وقت نوعي لمراجعة أحداث حياتنا اللي بالأغلب يا بنفوز فيها يا بنتعلم منها. حنين طاهر مدربة مهارات حياتية والحديث عن أهمية ومزايا التدوين. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك حنين. صباح النور، اشتقت لكم. اهلا يعني حنين، احنا اليوم نحكي عن موضوع يمكن مش كثير ناس بتعمله، ولكن التدوين عاده اني ادون يومياتي قد ايه بيفيد بعلم النفس، قد ايه ممكن يكون هو حاله تفريغ لمواضيع سلبيه عند الشخص. 100% انت قلتها، هي واحده من التولز. يعني عشان احنا نحكي نتفق على شغله، انه هي الجيرنالينج او التدوين اليومي هي واحده من الادوات اللي بتحسن نفسيتنا. مش لازم تكون بتناسب كل الناس أو كل حدا بيستفيد منها بنفس الليفل، بس أنا يعني على الأكيد إنها مفيدة لجميع الأشخاص. أنا بشتغل بكتير مجالات بتعرف يمكن، بس عم بتفيدني بإنه بتزيد الإبداع. يعني هلأ حنحكي عن فوائدها أكثر، بس فعليا هي جدا مفيدة لجميع الأشخاص. فهاي الأداة يمكن واحدة من الأمور اللي بتفيدنا فيها التفريغ، بس كمان بتنشط الذاكرة كتير، كمان بتساعدنا إنه نحنا كيف الشعور لما الواحد يقعد مع ثيرابيست، وحتى كمان بتعوض أوقات الأشخاص اللي ما عندهم أصدقاء، أوقات بتعوض الأشخاص اللي، لأنه هو الجيرنالينج بشكل عام إيش؟ إنك تكتب write down الأفكار والمشاعر والأحداث بشكل حيادي بدون أي حكم على نفسك. This of state of mind إنه أنت بس تكون موجود فيه أو أنت تحطي حالك بهذا المحل وتكتبي كل شيء صار معك بدون أي أحكام، غلط صح إلى آخره. هذا التفريغ بفضي مكان أو space معين بالعقل، بيصير في مجال أكتر لأبدع، أفكر بقصص وحلول أوقات جديدة. بس لازم يكون واحد صريح مع حاله. لا، الصدق مع الذات هو هذا من أهم الأمور. يعني أنا إلي 3 سنين شبه يومي تقريبا عم بدون. الصدق مع الذات فرق كتير. صرت هلأ لا أسي أنه أنتبه أكثر، بدي أكتب جملة أنه لا حنين جد جد هيك أنت حاسة، لا أنه أكتب الحقيقة، لأنه هون أنت بتستفيد بس إذا كنت صادق مع حالك. أما أنك تكتب شغلات اللي هي في عندك شعور أنه في حدا حيقرأ الدفتر، دائما نحن بنكون عندنا شعور أنه في حدا حيسمعنا معين ببالنا، بس نطلع تلفزيون، بس نطلع ستوري، بس يعني نكتب شيء، بس نطلع نحكي شعر أو نعمل شيء معين. بس أنت تكتب تكون محترم أنه هذا المكان سبيس برايفسي، ما حدا بيقرب عليه. بتكتب عن جد من قلبك. كل مرة بتصير تتعلم تكون أدق أصلا بوصف شعورك، لأنه بتصير عندك ذكاء عاطفي أكتر. زائد أنه طبعا أكيد رح يفرق على موضوع التفريغ وموضوع أنه ما حدا رح يشوفه، فأنت حتكون أصدق، لازم تكون أصدق. عشان حنين هذا السجل، هذا الرصيد للناس اللي ما بدونه وهلأ عم بسمعونا وممكن حابين يجربوا، كيف الواحد ببلش؟ أول شيء أي حدا بده يبلش بالتدوين فكر إنه لازم يكتب الكلمات بطريقة منمقة معينة وبخط كتير حلو وبأحلى دفتر وأفخم قلم وبلغة فصحى، فبتكركب شوي إنه يا الله بلكي ما عم بكتب حلو، بلكي هيك. حتى أنا كنت حاسة هذه المشاعر أولها. بس اللي بدي أقوله إنه واحدة من أنواع التدوين هي السرد الفوضوي أصلاً، إنه أنت تكتب بلا ما يكون في عنوان وبلا ما يكون في تسلسل معين بالأفكار. إحنا ليه بنكتب؟ لأنه جوا بعائلنا ما في تسلسل واضح للأفكار، وهذا الإشي اللي بيشكل كمية الإزعاج والسترس والضغط. بس أفرغ على الورقة، حتى لو فرغتهم بطريقة مش مرتبة، شوي شوي رح أتعلم أحسن. بس مش مطلوب أبدا يكون بيرفكت، مش مطلوب أبدا، إنه كل شيء مقبول، كل شيء مقبول شو ما يطلع حلو. يس. نعم. يمكن حنين إذا بدي أحكي شغلة، الإنسان أحيانا بيكون مشوش، عقله ما بيكون بفكر بطريقة صحيحة، الأمور مش مرتبة. إذا ما بنحكي تدوين يومي قد إيه لو بنبلش بالبداية، إذا أنا مثلا بدي أختار شغل معين، أروح على هاي الشركة ولا أضلي بهاي الشركة، أخذ هذا التخصص أدرس ولا ما أدرس، قد إيه حلو أني أعمل جدول، أعمل الأدفانتجز والإيجابيات والسلبيات، وهذا الإشي يمكن يكون بداية أو لا؟ هذا إشي طبعا ممكن يكون بداية. يعني أنا بقول لك مثلا 3 سنين إلي جورنالينج شبه يومي، بس أنا قبل بتذكر كنت أبلش بهاي القصص أو تو دو ليست، شغلات لازم أعملها، لازم هاي الأشياء البسيطة اللي ممكن أبلش فيها، أرتب أفكاري على ورقة أطلعهم من بالي أهدى. هلا اللي بيصير إنه فعليا الإشي المفيد في الموضوع إنه أنت لما تبلش بهاي الطريقة وبعدين تبلش تصير تكتب جد يومياتك وأحداثك، هون بيصير الهيلينج الحقيقي أو العلاج الحقيقي. هاي الشغلات هيك
أوف بتضل مريحة بنفس اللحظة. بس واحدة من أهم الأمور بآخر محاضرة عملتها عن الجيرنالينج كان يعني بالشركة بالتيم، كان الموضوع أنه من أهم الأشياء المفيدة أنه بتساعدك باتخاذ القرارات. ليه؟ لأنه كل مرة عم تكتب أنت الحدث أو إشي بطريقة من محل صادق بترجع توصفه مرة تانية، اللي بيصير أنت عرفت الروت كوز، عرفت السبب الرئيسي للمشكلة، فقدرت صرت عارف المرة الجاية لو بدي أخذ قرار المحل اللي بدي أخذ منه القرار قديش aligned أكتر مع شو بدي الحياة، بزيد السلف أوير كتير بشكل كبير. صح، ويمكن واحد من الأشياء اللي بحبها أنا بموضوع الكتابة إنه بتحفز الانضباط، لأنه أنت بتخصص وقت وبتحس إنه بلش يومك يترتب، وبناء على هذا الوقت صار عندك انضباط حتى بالمواعيد الأخرى. فخلينا نحكي هلأ يمكن عن المحتوى أو بناء المحتوى عن طريق التدوين، لأنه في كتير ناس ما بعرفوا يعبروا. لما نسألهم قدي كنت مثلا بتعدي مع حدا أنه ما بعرف كتير يعبر عن حاله، بتقول قدي كنت تجيب بالتعبير، بقول لك صفر مكعبل. صح. لهلأ أنا بسمعها هاي الجملة. صح. فخلينا نحكي عن بناء المحتوى، قدي كمان الشخص ممكن يستفيد موضوع التعبير. صراحة مجرد أنه أنت عم تكتب، وأنا مع التدوين هلأ في كتير أماكن أكتب فيها، ممكن نوت، ممكن على الموبايل، ممكن كذا، بس أنا مع الورقة والقلم، لأنه كمية المهارات والسنسز اللي عم تتحرك والحواس وأنا عم بكتب بتفعل كتير أمور وبتفصلني كتير وبتخليني جوا اللحظة جد. وإذا بنسمع عن المديتيشن وكل التولز التانية، هي كل الهدف منها تخليك مركزة هون، إنه أنت هون موجودة بهاي اللحظة. فالجيرنالينج واحدة من أهم الأمور لما نكون ريتشول. أنا عندي يا ريتشول صباحي، حتى ببقى أصور إنه يلا هلا مورنينج ريتشولز، إنه خلص في وقت للجيرنالينج. كمية الاسترخاء اللي بيصير هائل. بس على نقطة التعبير، هاي نقطة كتير كتير مهمة. أنا قيمة التعبير عن الذات مهمة جدا عندي، يعني بحياتي بشكل عام. لما لقيت حالي مع الجيرنالينج صرت أعبر بدقة أكتر عن وصف شعوري، صرت مع العالم أعرف أحكي حنين شو بدها صح وشو ما بدها، صير أوضح. واكتشفت شغلة، إنه صار في عندي كومباشن واتساع إني أتعاطف مع الآخرين أكثر. لما أنا مبارح وصفت حدث معين صار معاي وكتبته بشكل حيادي، قلت آه معقول تكون مثلا اللي قدامي أو الطرف الثاني عنده وجهة نظر تانية، الشرح من عنده البوينت اوف فيو مختلفة. بس أنا أكتب بنتبه على فكرة إنه أنا عندي هاي ماي بوينت اوف فيو للأمور. صح. هذا شعوري الخاص، هاي فكرتي اللي أنا قررت أحطها عن الموضوع. تقدري تنتقلي من ليفل لليفل بالشعور، يعني بسلم هاوكنز أصلا. يمكن حنين هون بنحكي شوي صار في وعي. العقل الباطن أحيانا بيستجيب لشغلات بشكل لا إرادي إحنا ما بنركز فيها، فلما تكتبي يمكن الوعي بيزيد، مش هيك؟ شعرتي بهذا الشعور؟ أنت عم بتأثر على عن جد النقلات العصبية الموجودة بالسبكونشس باللاواعي، وهذا الحكي بيأثر كله على كيف أنت بكرة حتصفي تفكر. والناس اللي ملاقيهم أوقات يعني يعني بتنمروا على الناس المتفائلين، شو هاد يعني فراشات وعايش الحياة بمبي والله الحياة مو هيك. لا، هو فعليا هذا الشخص أوقات، طبعا مش الكل، بيكون جد حاسس من جوا إنه هالقد شاينينج وعن جد حاسس الحياة حلوة وعايش على هذا الأمل. ما حيقدر يمكن يشرح للطرف السلبي هذا الموضوع، ولكن فعليا هو تكون عنده نقلات عصبية مختلفة 100%. هاي كلياتها بالسبكونشس نحن ما بنشوفها، يعني بالعدسة اللا مجردة. خلينا يعني بدنا نشكر حنين بصراحة، يعني أول إشي مش بس معلومات قيمة، يمكن الناس كتير مهم تعرف إنه الرصيد المعرفي إشي كتير مهم، والحضور الذهني عن طريق التدوين كمان كتير مهم، وحتى مش بس بقوي الذاكرة، مصطلحاتك يعني الدكشنري لإلك بتصير غنية وبتقدري تعبري عن الأمور بطريقة أوسع وأشمل. شكرا لإلك ويعطيك ألف عافية. وإبراهيم بدي أشوف كتاب تدوين من اليوم، بدي أشيلك أنا دفتر. أيوة. خلاص دفتر عليك. أنا عندي دفاتر مبدئيا. شكرا لإلك حنين. شكرا لإلك.